يذكر بعض الفقهاء في كتب الفقه أنه يستحب للمعتكف عند خروجه من معتكفه أن يذهب إلى صلاة العيد مباشرة بثياب الاعتكاف، أي لا يخرج إلا فجر العيد، هل هذا الفعل سنة أم لا؟ نعم، هذا استحسان، أنه ينظر يخرج بثياب العبادة التي اعتكف فيها ويواصل العبادة، هذا استحسان منهم، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم، لكنه لا يلزم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم المعروف أنه كان يتجمل لصلاة العيد ويتطيب، هذا المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.